ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ واهلا بكم في فيديو جديد. النهارده واخيرا بعد 8 شهور من فيديو الالعاب بتاع الكلاب، قررت ان انا اصور فيديو منه هنا ولاول مره في الفيديو الجديد. والنهارده المفروض ان انا اشتريت يا جدعان العاب، بس للاسف العاب مش هتفرح الكلاب. المفروض ان الالعاب اللي هشتريها النهارده هتستفز لوكا وبيلا وبوتشر بطريقه انتوا ما تتخيلوهاش، لان الكلاب دي بقى لهم كام يوم كده يا جدعان قاعدين يقولوا سقط فوق السطح وقاعدين يتنططوا واشقياء بطريقه غبيه. فقررت النهارده الصراحه ان انا اجيب الحاجه دي عشان انتقم منهم. فبس من غير رغي كتير خلونا نخش فكره فيديو النهارده. بس قبل ما ابدا اي حاجه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده، وخلونا نوصل الفيديو ده يا جدعان 15000 20000 لايك. واكتبوا لي تحت في الكومنتات انتوا عايزين الفيديو الجاي يكون برده عباره عن العاب ولا نشتري اكسسوارات للكلاب زي الفيديوهات اللي فاتت. الانستجرام بتاعي بينزل على صور وفيديوهات وحاجات كتير قوي انتوا فايتاك وانتوا مش عارفين اي حاجه هنا. فلو انتوا مش متابعين على الانستجرام، لينك الانستجرام في الوصف وطلع لكم على الشاشه، روحوا تابعونا عليه. صفحه الفيسبوك قناتي الاساسيه، اي حاجه لها علاقه بيها تحت في صندوق الوصف، فروحوا تابعونا عليها عشان ما يفوتكوش اي حاجه، وتتابعوا كل الفيديوهات الجديده اللي ما بتنزلش هنا على اليوتيوب، بتنزل عليهم الاول. طيب يا جدعان خلينا نبدا باول كرتونه ونبدا نفتحها. بتتفتح منين دي يا جدعان؟ انا هقول لكم ايه بس كده. ده اول لعبه يا جدعان اشتريتها. استنوا خلينا افتحها لكم واوريكم. يا نهار اسود، زي ما انتم شايفين يا جدعان دي عباره عن فرخه. اكيد الفرخه دي انتوا عارفينها يا جدعان، مشهوره قوي. المفروض ان انا هجرب اعملها قصاد الكلاب واشوف هيخافوا منها ولا هيهاجموها. المفروض ده حاجه هتستفزهم قوي، لان بوتشر اكتر حاجه بيستفز منها هي الحاجه اللي بتعمل صوت. فخلوها نجربها. احنا هنعمل كام صوت من ورا الباب ونشوف ايه رد فعله. كلهم عارفين ولا الباب يا جدعان؟ يلا ايه ده؟ بس ست شمها بس. بس يا جدعان التلاته هيموتوا عليها، التلاته هيموتوا. احذف اللي هيجيبها الاول. هناك يلا راحت، ايوه معايا في ايدي. يلا هناك. بس يا جدعان يلا الاسود يا جدعان، طيب شخوها. بس وش قبلتهم يا جدعان، اقسم بالله قبلتهم. خلاص. يلا ريسفيد بالعيس تسهل. يا نهار اسود يا جدعان، ده هيتبر عليه. خد يا لوك. يا نهار اسود يا جدعان، ده هيموتوه. الجرال هيصحى يا ولد ميت. خلاص يا بل، سيبها له المره دي. يا نهار اسود ده فشخ الفرخه. خلاص يا ابني خلاص يا بنتي. خلاص يا جدعان، ده في عركه بين بوتشر وبيلي. خلاص يا جدعان استهدوا بالله. انت الكبير يا ابني. مخ تعبانه بتشد بيلي ايه؟ يا نهار اسود اضعف فرخ. بتبهدل الفرخه الله يخرب بيتكم. طيب خلينا نخش على الحاجه اللي بعدها، وهو المسدس ده يا جدعان. هو اول حاجه المسدس طبعا، ثاني حاجه الصابون بتاعه، في حاجه جوه. ايه ده؟ ايوه المفروض ده فيه، بس مش عارف ده ايه. المفروض ان المسدس ده بيطلع فقاقيع. المفروض بعد ما حطينا شويه صابون بنبدا نحط البتاع ده كده صح، ونبدا نضغط. يا نهار ابيض يا جدعان، طلع كتير قوي. يا نهار اسود يا جدعان، الكميه انتوا مش متخيلين الكميه يا جدعان. يا نهار اسود. بصوا ايه ده؟ يلا 1 2 3. بس يا جدعان بوتشر خير. بس قاعدين يا جدعان يجروا ورا. بس اسلوك بس يا جدعان بس سويتش. انا يا جدعان اموت اقسم بالله، مفكرهم يا جدعان كور حقيقي قاعد يجري وراه. يلا يلا هات هات يا ابوتش. بص طيب خلينا نخش على الحاجه اللي بعدها يا جدعان. الحاجه اللي بعدها دي عندي من زمان مش لسه شاريها. الناس اللي متابعين قناه عمر احمد اللي هي قناتي الاساسيه تعرف ان انا كنت عامل فيديو عباره عن ان انا اشتريت اغرب العاب من النت، وكان من ضمنها الصباره الرقاصه دي. المفروض
ان احنا هنشغل الصبار الرقاصه دي قدام بوتشر وهنشوف رد فعله. الصراحه يا جدعان متحمس قوي اشوف رد فعله، لان بوتشر برضو من اكتر الحاجات اللي بيكرهها الحاجه اللي بتتهز قدامه او تعمل حركه قدامه. ربنا يستر على الصبار يا جدعان، عشان دي 300 جنيه انا هحطها لهم بقى ايه على السور هنا، فاهمين؟ بحيث ان هم ايه بعد يشوف كله يتفرج عليه. ولا ولا لا 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 يا نهار اسود، لوكا خدتها يا جدعان، لوكا خدتها اتموسها. لا 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 لوك لا لوك تعال يا نهار اسود، ده لوكا يا جدعان كانت هتاكلها يا جدعان. طيب يا جدعان خلينا نفتح المنتج اللي بعده. يا نهار ابيض يا جدعان، زي ما انتم شايفين يا جدعان ده اكيد يعني غني عن تعريف مسدس الميه. مسدس الميه ده يا جدعان كان من اكتر الحاجات الصراحه اللي انا كنت بحب اشتريها وانا صغير قوي، بالذات في العيد يا جدعان. مسدس الميه ده كان بالنسبه لي حاجه اساسيه، فالمسدس ده فكرني بايام الطفوله يا جدعان. المهم الناس اللي ما تعرفش او ما عاشتش طفولتها، فكره البتاع ده ان انت بتملي مسدس الميه من هنا، بعد ما تمليه المفروض طبعا ان هو بيرش وبتاع، فالمفروض ان احنا نجربه مع الكلاب ونشوف ايه رد فعلهم عليه. بس اللي هيقرب هضربه، اللي هيقرب هضربه. اهي اهي اهو 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 تعال يلا اسود كده تكسره خليه. بس لوكا بتحاربه يا جدعان، بس لوكا يا جدعان، بس لوكا يلا اسود يلا اسود حربه يا جدعان. وانت بتعرف اقعد يا ست، طب خد طب تقعد، لا تقعد لا تتحركش معايا البيضان. انت عامل كده لا بالله، تعال 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 تجري تعال. انا بص لوكا، لوكا الوعد اللي بتحاول، بص بتعمل ازاي انت بتعمل كده لا. طيب واخيرا يا جدعان وصلنا لاخر حاجه في الكرتونه، وهو الكلب الالي ده. يرجع على السرعه يا جدعان بالله، المفروض ان هو بيركب له حجرتين. تعالوا بقى نشغله، المفروض كده يشتغل يا جدعان، كان المفروض بيشتغل من ورا كده اهوت. ايه يا معلم يا برنس اشتغل، ركبت لك الحجايه. الظاهر يا جدعان ان انا اتنصب عليا في الكلب ده، انا مش مسامح فيها يا جدعان بالله. المفروض ده طالبه من بره، ففي حوار عبال ما يرجع، فخلونا نحطه قدام الكلاب وكده اهوت وخلاص ومش هيشتغل. بصوا انا هحطه هنا يا جدعان ونشوف رد فعلهم لما يخشوا ويشتغلوا. يلا واحد اثنين ثلاثه. انا جيت. يا نهار اسود، بوتشر شعلق له رجله اول ما دخل. بصوا يا جدعان بوتشر هو الوحيد اللي هاجمه. بصوا يا نهار اسود، لا 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 بس 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 بصوا يا جدعان، يا نهار اسود يا نهار اسود يا نهار اسود، خاف عليها يا جدعان، فكروا كلب حقيقي ودينا البط عمال. بصوا يا جدعان بوتشر، يا نهار اسود مقبول عليها يا جدعان، مقبول